أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نطالع فيه ما نشرته الصحف العربية والعالمية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى لجان التحقيق في البصرة تعثر على قوائم اغتيال تطول ناشطين بحوزة فصيل مسلح. ونقرأ في الهيئات أحزاب سياسية وجهات متنفذة تقوم بتهريب نفط البصرة. ونقرأ في الزمان البنك المركزي يسوغ وضع اسم المحافظة على العملة النقدية، وخبير يقول لا سند قانونيا لذلك. جاء في العربي الجديد خلافات داخل تحالف الصدر على خلفية قراره عدم تقديم مرشحين للحكومة العراقية. وانتصفح في الخليج الإماراتي المعارضة السورية تسحب السلاح الثقيل من خطوط المواجهة في إدلب. وفي العرب اللندني السراج يستقوي بميليشيات مصراتة لفرض الترتيبات الأمنية في طرابلس. ونطالع في الحياة إضراب في عشرات المدن الإيرانية احتجاجا على الفقر والأزمة الاقتصادية. أهلا بكم. كانت كأن البصرة كما يصف الكاتب كأنها ما أنت ولا توجعت ولا صرخت، وكأنها لم تعتصم ولم تتظاهر احتجاجا على الوضع المزري لإنسانها، وكأن صرخاتها ذهبت أدرج الرياح ومعاناتها أصبحت نسيا منسيا وسط ملهات الرئاسات الثلاث التي أعدتها الطبقة السياسية الفاسدة. دكتورة باهرة الشيخ ترى في صحيفة العرب اللندنية أن هناك تعتيما مقصودا لطي صفحة مدينة المدن البصرة وتجاهل وثبتها الشعبية التي هزت عروش الفاسد. كان البديل الذي لجأت إليه الطبقة السياسية لائحة اغتيالات لكل من تصدر الحراك السلمي، فقد نفذت ميليشيات الأحزاب ولا تزال عددا من تلك الاغتيالات، وأقدمت أيضا على خطف عدد من شباب الوثبة. يحاول عرابو الفساد إرسال أكثر من إشارة تحذير إلى البصرة وبغداد وإلى محافظات العراق بالتوقف عن التظاهر والكف عن الاحتجاج أثناء عملية ترقيع الرئاسات الثلاث لاستئناف مسلسل الفساد وتنظيم أولوية السرقات والبحث عن أبواب جديدة لمضاعفة مدخراتهم، وكأن المجرب لم يجرب بعد. البصرة حاملة هموم الوطن، حاول أهلها أن يعلنوا بكل ثبات أن المواطنة هي وحدها مرجعية العراقيين، لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا دكاكين الفتوى. لذلك لم يسمح في احتجاجاتها شعار طائفي واحد، وعندما أراد دعاة إقليم البصرة رفع أصواتهم أخرسهم البصريون معبرين عن عراقيتهم الأصيلة. بديهيات اليوم أصبحت للأسف تحتاج إلى براهين لإثباتها، فقد قلبت الموازين كلها وأصبح الاحتلال يسمى تحريرا، والكتلة الطائفية أسبغ عليها صفة الوطنية، والعميل يتبوأ مناصب كانت محترمة، والوطني الغيور أصبح مطاردا مشردا مستهدفا بالاغتيالات ومحاربا في رزقه. الكاتبة تقول إن المنطقة الوحيد هو إما الاستسلام الأبدي والخضوع لحكم المستوطنين الغرباء أو الثورة الشاملة لكنس هذه المخلوقات الرثة وتطهير العراق من شرورها ومفاسدها، وأجراء محاكمات عادلة للاقتصاص من القتلة والحرامية كما تصف الكاتبة. فلا سبيل أمام العراق غير خيار واحد، هو طرد هؤلاء إلى حيث أتوا، فكلهم ومن دون استثناء يعلنون الولاء لقوى خارجية، وهم لو كانوا في بلد آخر لحوكموا بوصفهم جواسيس. ولكن اللامعقول تجمع في العراق منذ يوم الاحتلال. ذكر صحيفة الاندبندنت البريطانية أن ابتعاد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي عن طهران يبعث تطمينات إلى واشنطن. وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب باتريك كوك
بيرن إلى أن اختيار هاتين الشخصيتين كان مقبولاً من جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد تقريباً. الكاتب يقول إن رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المكلف تبوأ في السابق مناصب حكومية رفيعة، ما يؤدي ذلك لتوقعات من أن السياسيين الذين اختاروهم سيحصلون على حصتهم من وزارات ووظائف وعقود. وأضاف أن اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يظهر أن تغييراً قد حصل في طرفين كانا يهيمنان على السلطة في بغداد وكردستان. فعادل عبد المهدي هو ليس من حزب الدعوة الذي رفض هذا المنصب بثلاثة رؤساء وزراء سابقين، أما صالح فقد جاء من حزب الاتحاد الوطني الذي يحكم الجانب الشرقي من كردستان. يرى الكاتب أن كلا المسؤولين الاثنين بعيدين عن إيران، وهذا مهم من جانب أن واشنطن كانت تأمل أن ترى العبادي الذي وقفت بجانبه باقيا في منصبه رئيس للوزراء، حيث أبدى استعدادا للالتزام بعقوبات أمريكية ضد إيران. وأكد الكاتب أن الضغط نحو إجراء إصلاح لمؤسسات الدولة التي يعمها الفساد وأكثر إلحاحا الآن من أي فترة مضت، حيث توضح الامتعاض الشعبي هذا الصيف أكثر عبر الاحتجاجات الجماهيرية في البصرة ضد انقطاع الكهرباء وعدم توافر ماء صالح للشرب، بحيث أصبح ملوثا وتسبب بإرسال الآلاف إلى المشافي. ويختتم الكاتب بالقول إن الإصلاحات التي دعا إليها مقتدى الصدر ومنحه عبد المهدي سنة واحدة لإنجاز تلك الإصلاحات هو ومنحه لعبد المهدي سنة واحدة لإنجاز تلك الإصلاحات هو تهديد يحمل ثقل أكبر منذ حرق مؤسسات حكومية ومكاتب حزبية في البصرة، لأن هذه الإصلاحات سيكون من الصعب إنجازها، لأنه ليس أفراد الطبقة الحاكمة فقط من ينهب عوائد نفط العراق، هناك 4 مليارات دولار على الأقل تنفق شهريا كمرتبات لما يقارب 4.5 مليون موظف حكومي كما جاء في المقال، أغلبهم حصل على الوظيفة بسبب انتمائهم الحزبي أو الطائفي. استعادة مدن الموصل والرمادي وتكريت والحويجة وما يتبعها من تنظيم داعش وهو منجز كبير، لكنه غير مكتمل بسبب العجز اللاحق في إصلاح الخراب المادي والنفسي والمعنوي والسياسي. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن البلد تجذر فيه الفساد والحياة المدنية انسحقت فيه وتدهورت الخدمات الأساسية لعيش الإنسان، والبصرة الشاهد الشهيدة على ما نقول. موازنة الدولة التي تعتمد على النفط تتمتع اليوم بسعر عال للبرميل تجاوز 80 دولارا ومقبل على 90 بثقة، وموارد الدولة الأخرى ينخرها فساد كبير في جميع الأطراف القيادية في الجسم السياسي الحاكم تعرف به، وهي موارد توازي نصف الثروة النفطية وتكفي لسد الكلفة التشغيلية لمؤسسات ووزارات الدولة فيما لو تم احتسابها بدقة ونزاهة، وأقصد موارد الضرائب والجمارك والإيرادات الدولية الأخرى. لا توجد علامات تشجع على التفاؤل يمكن أن تكون عتبة للولوج إلى عالم جديد للتشكيل الحكومي. لا تقل لي حكومة جديدة وصوانة المجرب وغير المجرب والتكنوقراط والوزير المستقل، كل شيء يتبدد هباء كما حصل مرارا، لأن النهج الجديد لم يولد بعد في معالجة الملفات الأساسية التي جاءت بالإرهاب إلى البلد، فالإرهاب جاء في ركاب أسباب وهو مجرد نتيجة، ولا يزال الحال كما هو عليه في التعاطي السياسي القديم يتكرر في صياغات جديدة. جميع المفردات التي جاءت في سياق تشكيل الحكومة السابقة حاضرة اليوم في سياق التشكيل الجديد، وستظهر في بيان إعلان الوزارة المقبلة بعد أسابيع حتما، لكن النتائج هي ما نراه في هذا التردي العام. وبحسب الكاتب، حيث يقول الكاتب يدعو العراقيين إلى عدم التفاؤل بالحكومة الجديدة من دون منجز حقيقي، لأن التفاؤل المفتقد لقرارات ذات ثقة تعيد البناءات الاقتصادية والسياسية والأمنية من دون فساد أو تخريب أو طائفية هو ضرب من الانتحار.
كيفما تكون الصيغة ومهما كانت الصعوبات، لابد لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي تدعو إليه الولايات المتحدة وترعاه من أن يبصر النور لأسباب كثيرة بالغة الوضوح. عبد الوهاب بدرخان يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن إيران لم تترك لدول المنطقة أي خيار آخر غير المواجهة، فالبديل هو قبول سياساتها الخبيثة والتكيف معها، وهذا في الحالين انتصار لنهج إيراني اعتمد تفكيك الدول ونشر الإرهاب وتدمير العمران وتقويض الاقتصادات وتخريب المجتمعات بإشاعة التعصب المذهبي. للأسف النهج الإيراني حقق الكثير من الأهداف، هذا ما ينبغي ألا ينسى في أي لحظة، وما ينبغي ألا تتجاهله أو تقلل منه أي دولة كبيرة أو صغيرة كانت، سواء تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من ذلك النهج. لعل عدم الاعتراف بهذه المحصلة السوداء وعدم وضع حد لاستمرارها يمهدان للتعايش مع تداعياتها الحاضرة والمستقبلية، تماما كما هي الحال في التعايش مع الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين بكل ما صدره من أمراض سياسية واجتماعية إلى المحيط العربي، وكل ما استطاع تكريسه من انتهاكات للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية. من الواضح أن النظام الملالي تعلم الكثير من الممارسات الإسرائيلية، بل تجاوزها وأضاف إليها ميليشيات محلية مرتبطة به عقائدياً، كما استطاع تجنيد مجموعات من السياسيين والعسكريين الذين يقدمون الولاء للولي الفقيه على ولائهم لأوطانهم وشعوبهم. هذه الميليشيات ومنظومة المصالح والمنافع التي تأسست عليها كفيلة بجعل أي سلم أهلي أقرب إلى الاستحالة، إذ أن دأبها على الترهيب والإخضاع والاستقواء سيكون لفترة طويلة عقبة أمام استعادة التعايش المشترك والوحدة الوطنية. وبحسب الكاتب فإنه لابد أن يكون التصدي للتوسع الإيراني الآن ومن دون أي تأجيل، فهو قد تأخر على أي حال، وكان الأفضل منعه قبل أن يدخل وباء الإرهاب إلى سوريا، وقبل أن يخترق اليمن عبر جماعة حاقدة ومتخلفة، وقبل أن يستحوذ على العراق مبلبلا عربه وأكراده وتركمانه على السواء، وحتى قبل أن يهيمن حزب الله على لبنان. فهذا التوسع ضخم لدى طهران، يجب على الوصول إلى حتمية الحصول على أقصى حد من النفوذ والمصالح، حتى لو اضطرت إلى دفع أدواتها المحلية إلى ما يشبه الانتحار. أثار حصول العراقي نادية مراد من الأقلية اليزيدية على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع طبيب كونغولي الفرح لدى الكثير من العراقيين، واعتبرت الجائزة إشارة مهمة من العالم لتكريم المتعرضات للعنف الجنسي من النساء. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن النبأ أثار أيضا مواجع الكثير من النساء في العالم العربي، فهناك من يتساءل عن سبب تجاهل المغتصبات في سجون النظام السوري، وعن المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، وعن اغتصاب الجيش البورمي والميليشيات التابعة له لعشرات الآلاف من نساء الروهينغا. كان ممكنا لنساء العالم بمن فيهن البورميات والفلسطينيات والسوريات أن يفرحن بدورهن لنيل نادية مراد الجائزة، لولا بعض المفارقات العجيبة التي أحاطت بالصعود الجليل لنادية مراد. يلخص هذه المفارقات تصريح خطير لنادية تقول إن لها موقفا حياديا من كافة الصراعات في الشرق الأوسط، وهكذا فبناء على موقفها الحيادي قامت بزيارة إسرائيل وتحدثت مع أعضاء الكنيست عما تعرض له شعبها من تشريد وقتل. بإضافة هذه المفارقات كلها على تصريحات لنادية نفسها، نتبين خطين فاضحين في جائزة نوبل. يتعلق الأول بالمؤسسة نفسها وبميولها الاستشراقية حين يتعلق الأمر بمواطني البلدان الإسلامية، وهو ما جعل نيل جوائزها أمرا مثيرا للاشتباه بأنها تختار خطا معاديا للثقافة الإسلامية. يتعلق الثاني بالمسار الذي على المرشحين للجائزة اتخاذه للوصول إليها، والأغلب أن نادية مراد والتي تشعر بالتماثل مع الإسرائيليين كما لو كانوا هم أنفسهم يهود الحرب العالمية، ولكنها تشعر بالحياد حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين. خاضت ذلك المسار بالطريقة المطلوب منها للحصول على الجائزة،
وهو أمر لا يمكن أن يعزى لسذاجتها السياسية فحسب. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول أن جائزة نوبل وهي المؤسسة الأوروبية الأكثر إجلالاً وتقديساً والتي تعاني بدورها من فضائح التحرش الجنسي قامت باختيار أو بالأحرى تجهيز ضحية تناسبها وتتنكر للضحايا الكثر الآخرين، وهو ما اعتبره ناشطون عديدون شكلاً من أشكال الاغتصاب الحضاري يندد انتقائياً بالعنف الجنسي ضد النساء عبر المطهر الإسرائيلي كما يصف المقال، ومتجاهلا بصفاقة ملايين النساء الأخريات. يلخص بعض الصهاينة الإسرائيليين أسباب رفضهم لحل الدولتين مع الفلسطينيين في أنه سيء للجانبين، فهو بالنسبة لإسرائيل سيؤدي إلى ضياع الحدود القابلة للدفاع والتنازل عن مناطق من أرضها وتقسيم القدس واقتلاع مواطنين إسرائيليين من الضفة الغربية، أما على المقلب الفلسطيني فسوف ينتهي بقيام دولة ليست صالحة للعيش ولن تتمكن من إعالة نفسها وإعاشة سكانها بعد استيعاب أنسال اللاجئين الفلسطينيين ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها، ومشهد كهذا يعني الحرب الحتمية. هذا ما أشار إليه محمد خالد الأزعر في مقال له بصحيفة البيان الإماراتية. كبديل من هذا العلاج المؤهل بزعمهم للفشل، يعيد هؤلاء تلميع الحديث عما يسمى بالدولة الأردنية الفلسطينية. طبقا لهذه الفكرة التي تعيد عرض بضاعة صهيونية تم إنتاجها قبل نحو 50 عاماً تشمل خريطة إسرائيل الجديدة، السيادة على غور الأردن والقدس الكبرى والكتل الاستيطانية والأراضي غير المكتظة بالفلسطينيين في الضفة. وبالطبع لن يسمح باستقبال أي لاجئ فلسطيني منذ عام 1948 داخل هذا الإطار. ينطوي هذا التصور على خروج إسرائيل من عدوان 1967 وتوابعه بغنيمة جغرافية وسياسية كاملة الأوصاف. وإن كان له من حسنة فهي تذكيرنا بأن صهاينة اليوم لا يختلفون عن أجدادهم من صهاينة الأمس، وكيف أن مشروعهم الاستيطاني لا يرفع أعينه عن المجال الجغرافي العربي، فهم في الحد الأقصى يتلمذون ويتحرقون للتوسع ما أمكنهم في هذا الفضاء الفسيح. ومن آيات هذا الهدف المضمر التعبيرات التي يوحي بها علمهم، حيث النجمة السداسية التي تتوسط خطين أزرقين دلالة على ما بين مائي النيل والفرات، ويتطلعون في الحد الأدنى إلى استخدام هذه الرحاب وتوظيفها في تصفية قضية اللاجئين باعتبارهم عربا بين عرب. الكاتب يرى أن اللافتة في الأمر أن الإسرائيليين لا يقتربون إيجابيا من مفهوم القومية العربية إلا في سياق صلاحيته كبوتقة لتذويب الفلسطينيين. واقع الحال أن الحل العربي لقضية فلسطين والفلسطينيين لم يغب مطلقا عن العقل الصهيوني الذي لا ينسى شيئا. فالصهاينة الإسرائيليون مثلا يطمعون في مد الجسور مع المحيط العربي مع تجاوز عقدة فلسطين وإلقائها ظهريا كما يصف الكاتب، ومنهم من يذهب في تفاؤله إلى إمكانية إبرام تحالفات تعمل على لملمة الحالة الفلسطينية والسيطرة عليها. بعيدا كل البعد عن السياسة، فيما تتنافس جميع دول العالم في صناعة أسرع سيارة، فإن مدينة بونتي في درا الإسبانية تحارب استخدام السيارات، حيث فرضت السلطات هناك قوانين مكلفة وموجعة في نفس الوقت لقائدي المركبات، ومنعت قياداتها
قيادتها في قلب المدينة التاريخي. وقال موقع الجزيرة نت إن مدينة بونتي فيدرا تعتنق استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الكثير من الأمور الإيجابية، فسنت قوانين مثلا حددت سرعة السيارات في المدينة بـ20 كيلومترا في الساعة فقط، أما استخدام المواقع فلا يتجاوز الربع ساعة. كما زادت السلطات المحلية المواقف خارج أسوار المدينة للحد من دخول السيارات، مما أجبر الموظفين على اللجوء لاستخدام وسائل نقل جديدة بما فيها خيار المشي على الأقدام. ويقول عمدة المدينة إن الهدف من هذا التوجه هو سعيهم لما سماها استعادة الفضاء العام، فالناس يتميزون بأنهم أكثر صحة دون غيرهم من سكان المدن التي يملأ سماءها الهواء الملوث والغازات السامة، ويتجولون في المدينة بحرية أكثر وبالتأكيد دون خوف من سيارة مسرعة أو سائق طائش أو فقدان الاستمتاع بهواء نقي بسبب سيارة تنفث عوادمها دون رقيب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.